وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. ولو تحدثنا عن إسهام تجربة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في نسختها الأولى والثانية في تطوير أداء المراكز الحكومية، وأيضا كيف انعكس ذلك أيضا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؟ مساكم الله بالخير. طبعا برنامج تقييم منذ انطلاقته في العام 2018 وحتى النسخة الثالثة منه في 2021 يعد أحد أهم البرامج الرائدة التي تهدف لتطوير منظومة الأداء الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومتابعة لكافة مسارات عملية التطوير. طبعا البرنامج جاء ليكرس اهتمام الحكومة وحرصها المستمر على تحسين الخدمات الحكومية وتقديمها بمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز. ونجاح النسخة الثالثة من البرنامج يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية التي تعكس الرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد لتطوير قنوات الخدمة العامة والحرص على رضا الزبائن حيالها. سموه طبعا يعني وضع نهج يعني متكامل الاهتمام برضا العملاء، تسهيل تبسيط الإجراءات، جودة تميز الخدمات الحكومية، توثيق الإجراءات، إعادة هندسة الإجراءات وتحديد مستوى الخدمة. كل ذلك وضع أيضا عدة معايير وأساليب للقياس، يعني طبعا تقييم ثلاثة يعتبر جزء منها، في أيضا وسائل أخرى للتقييم. كل ذلك جعل من ارتقاء وكفاءة الخدمات الحكومية نهج وثقافة متأصلة لدى جميع الموظفين والعاملين والمسؤولين في الحكومة. ومن نتائجها طبعا اللي نشوفها أن كانت هذه الدورة الثالثة دورة استثنائية حقيقة في نتائجها. نلاحظ أن المراكز الذهبية زادت أكثر من الضعف والنصف، كانت 8 مراكز في الدورة السابقة وصلت إلى 19 مركز، بالرغم أن يعني معايير زادت عددها وصعبت أكثر. أيضا نلاحظ أن 48 مركز من أصل 86 مركز بما يمثل تقريبا 55% أو أكثر من 55% أحرزت أكثر من 90% من المعايير. وهذه طبعا يعني يجب أن نشيد بما تحقق ونقدم الشكر لجميع العاملين في المراكز الحكومية. فقط ربع المراكز هذه كانت يعني مستوياتها أقل، وكل ذلك طبعا دليل على نجاعة والاستراتيجيات اللي وضعت وتأكيد على ما تحقق. نعم أستاذ محمد، لو تحدثنا أيضا عن أبرز مراحل عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية في نسختها الثالثة. طبعا يعني آليات التقييم متنوعة وشاملة، فيها اجتياز دورات تدريبية، فيها وثائق مستندات، تسوق سري، زيارات ميدانية، تعامل مع تطبيق تواصل، استطلاع رأي العملاء. لاحظ أن في هذه الدورة عندنا كان 17 جهة مقابل 14 في الدورات السابقة. ويعني 21 مركز يعتبرون جدد لأول مرة. المراحل طبعا تم تحديث الدليل وعقدة عدد من الورش، وبعد ذلك طلبت المعلومات والوثائق وبدأ الزيارات الميدانية والسرية، ووضعت طبعا النتائج وأخذت آراء الجهات. مثل ما قلنا عندنا تقريبا 104 معيار في الدليل، 71 منها تعتبر أساسية لتحقيق الفضي الدرع الفضي، وعندنا تقريبا أكثر من 33 معيار لمتقدم إلزامي وغير إلزامي، مجموعة منها الإلزامية والغير إلزامية لازم تحقيق 80% للحصول على الدرع الذهبي. والمتطلبات طبعا صعبة، لكن أيضا المراكز يعني ساعدت في اهتمام القائمين عليها لتحقيق هذا التميز في هذه الدورة. نعم سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، شكرا جزيلا لك.